توقعت شركة ألمن كابيتال للاستشارات الاستثمارية أن يشهد قطاع الضيافة في الإمارات خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026 نموا بمعدل سنوي مركب قدره 5.5%، لتصل القيمة الإجمالية إلى 26.5 مليار درهم. ووضحت شركة أن الإمارات تستهدف استقطاب 100,000 شركة وتنظيم 400 فعالية اقتصادية وعالمية سنويا، إضافة إلى استضافة 25 مليون سائح بحلول العام 2025.